يقول هذا الشخص السائل أن عنده غسيل كلى بالأسبوع مرتين، في حين الغسيل يفطر، إذا سؤال عن رمضان، فلو دخل رمضان وأفطر في يوم الذي فيه غسيل الكلى، هل عليه أن يقضي هذا اليوم ولا يدفع، يعني يدفع عنه الفدية؟ عليه أن يقضي. هذا رجل له غسيل كلى في الأسبوع مرتين ولا يتمكن من غسلهما في الليل، كذا؟ طيب، نقول أفطر ذلك اليوم الذي فيه غسيل واقضه بعد ذلك، لأن الإطعام إنما يكون في من لا يستطيع القضاء، وهذا يستطيع لأن عنده من الأسبوع 5 أيام.